مبروك عليكم الجارس. عاجبهم الحال خاطي غيروا منهم شي وحدين تيضربوهم. خوان واخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة احسن الاحوال ان شاء الله. كما كتشوفوا راه شريت هاد الاجراس، الاجراس راني شريتهم لانه اضطريت علي خويا نشريهم نديرهم الماعز لحقاش هاد الغابة هادي غابة كبيرة و تيبقى فيها الماعز كيسرح بوحدو. انا كنبقى نعطيهم الاكل هنايا، بعض المرات كنمشي للدار وكنخليهم في الغابة مع داير عليها السياج، وشريت الاجراس باش باش ديما يحدد ليا المكان فين كاين المعز. هذا هو علاش كيساعد هاد الاجراس، كيساعدو الراعي باش كيتسمع داك الصوت ديالهم وتنمشي للمعز ديريكت عندهم. وتا المعز تيساعد بعضو، المعزة دابا اللي تنديرو لهاد الاجراس كيتبعوها المعز الاخر اللي ما عندهمش، هما كيعرفو المعز الا تفرق المعز كيعرفو المكان، كيحدو المكان لبعضهم غير بهاد الصوت ديال الاجراس. هو راه مزيان، راه كيساعد بزاف المعز. واخا كاين بعض الاخوة اللي ينتقدو يقولك راه حرام، معرفتش انا علاش حرام، ممكن تكتبو ليا في التعليق شناهو السبب. هما راه شي وحدين راهم هادو شريتهم غير شريتهم قدام كما كتشوفو، راهم ماشي جداد، شريتهم بواحد الثمن راه 100 اورو. باش شريتهم راهم رخاص، هذا راه واحد تيقولو ليها ألامبري فيها تسعود مثلا. هادو جداد راه غير هادي، غير هادي كدير 70 اورو جديدة، هادي بوحدها كدير 70 اورو. هدا مع قدام راه طايحين عليا تقريبا واحد راك الصداع دابا مكاين عا الصداع. وينها كلاب تاهما صابحين هاد الصباح؟ وينها كناكي؟ على بركة الله الإخوان، راه دابا غادي نخرجهم للمرعى وغادي نشوف المعز، المعزات اللي غيتبعوني دوك السهلات اللي تيتبعوني القيد كما تيقولو، هما اللي غادي ندير لهم الأجراس. كل وحدة ندير لها الجرس ديالها باش مثلا نكون غادي تيتبعوني. يلا زيدو. ايه 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 نشوف غير دوك كبار السن اللي كيتبعوني هما اللي ندير لهم الاجرات ان شاء الله، باش المعزة تيتبعو ديما هاديك اللي عندها الجرس هما اللي كيتبعوها. تابعوا الفيديو وتسلموا الاخوان، الله يجازيكم بخير، الضغط على زر الاعجاب، الضغط على البصمه، لا تكلف شيئا، الله يرحم بها الوالدين. دوار الصباح يلا عاد كما كتشوفوا كيتمشاو، من عاد كيخرجوا من الكوري في الاول كيتمشاو، بداو يتمشاو ما كيحسوش يراهم كاع لايك. المرعى راه موجود تبارك الله، هو هاد العشب هذا الاخوان تيكون في الصباح رطب تياكلو العشب. اجراس راه هي هادي، راه غنشوف دابا هادوك اللي تيبقاو تيتبعوني هنا تيكونو قراب عليا هما من غندير هاد الاجراس. صباح جميل ما شاء الله،
الجو راه كاين الضباب. الهدوء تسمعها اجرس واحد الصوت جميل. فالنتينا فالنتينا ما شاء الله عليها. فالنتينا ولونا نشيطات هناكي هيكا سبحان الله. لونا كيفاش ودناها ودناها فايق واقفين ماشي بحال بوردر كولي. بوردر كولي شوف ودناها كيفاش دايرين طايحين الودنين ديالهم. مثلا هذا بتابعيني المهم غندير لهم هاد القرقابات. انا ركبت لهم الاجراس وفاجا هادي درت المعز سبحان الله. تا الصوت الصوت هو تيعطي واحد المنظر واحد الجماليه القطع. موسيقى طبيعيه هذا هو الجي بي اس. دابا هذا هو اللي تيحدد المكان فين تيكون المعز هو هذا الجرس. هنا كي هو راه كيختلف الصوت كل جرس الصوت ديالو سبحان الله. وهذا لامبري بحال نقولو تيقولو الاسبانيا لامبري هي السلك. وحده كتجاوب وحده كل وحده والصوت ديالها وين كيتجاوبو مع بعضهم. هذه راه وحده منهم هذاك اللي ركبتها والمعزاز كاع اللي ركبت لهم الاجراس راهم حدايا. راهم حبسو كيرعاو دابا هنا. وتا القطيع تيحبس ملي تيشوفو هادوك تيسمعو اجراس ديال المعز الاخر تيكون حدايا تيبقاوش يتمشاو بزاف كيحبسو يرعاو كما كتشوفو. نتمنى تستمتعوا بهاد الأصوات الجميلة والطبيعة الخلابة ما شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ديك التيارة عاد درت لها الجرس تيضربوها الاخرينات. جاتهم غريبة بهاد الجرس هذا لي سبحان الله العظيم. كيغيرو منهم هادوك اللي ما عندهمش الجرس كيغيرو من هادوك اللي عندهم الجرس. الاسبان راه كي تلقى عندو القطع داير 80 100 كي اللي داير لهم كان تلقى القطع كله عندو حتى 300 جرس 400
الا القليل اللي ما تلقاش عندهم. اخوانو اخوات، نتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا، كنت على حسن ظنكم. هادشي الناس الله يجازيكم بخير، الدعم زر الاعجاب. اخوان اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالاصوات ديال اجراس. تحياتي للجميع ومرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.